راسي انتخابات تأجلات، ولكن اختي انا ما كنتخب على حد، سمعتي ما كنتخب على حد، حيت عييت ما ننتخب ما كاين حتى شي حاجه، اللهم بنادم يريح في دارو احسن ليه. لا ما عندي مشكل، انا كينتخبوا اليوم كي راس العام كيف كيف. صراحه انا ما في خباريش التاجيل ديال الانتخابات، واخا ما تم شويه بالامور السياسيه، ولكن صراحه انا اللي فلتات ليه جير انه هو ذلك كان توافق ما بين المعارضه والحكومه، وربما هما كيعرفوا اش كي يعني اللي كيوافقهم واللي ما توافقش. شيء حنا كمواطنين وكشعب يعني كنمشيو نادي الواجب نهار كي يعطونا التاريخ ديال الانتخابات. يعني في اطار تاجيل الانتخابات لا اعتقد انا يعني كواحد من الشعب وكمتتبع الاحداث، لا اعتقد بان مساله تاجيل الانتخابات يعني ديال الجماعات المحليه سيقدم يعني او يؤخر شيء، لانه الى 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 افترضنا جدلا بان هذه الانتخابات دارت في الموعد المحدد ديالها او تاجلت عام ولا عامين، فهذا كيف قلت لن يغير من الوضع شيء. علاش؟ لاننا الان عندنا ما يسمى بازمه ثقه ما بين الشعب وما بين الهيئات المنتخبه وما بين المنتخبين ديالو. كانت في راس الانتخابات في يونيو، في شهر يونيو يعني شهر 6، ولكن ما في خباريش في شهر شتنبر. انتخابات اختي لا تاجلت، حنا كنتسناو 5 سنين، حنا كنتسناو الا تاجلوا واحد ثالث شهر 9 ما كاينش شي مشكل، ديجا 5 سنين راه كافيه. الا تاجلت راه مصلحه الشباب اللي طالعين